يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تسيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهما الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاسي من الداني.